بسم الله. يعني تبقى كاوتشة مهمة أحيانا لو في مكان فيه عالي واطي كده تظبط معاك. بيسكوت ايه رايكم؟ وش خفيف في وش خفيف كده ولا كبسة على طول احسن؟ صدرت المثال الكبسة ممكن يعمل زفارة او فيش اي برضه. فوش ناعم فوش ناعم كده. لو في اي اوفر سبراي او حاجه كده نشيله تدراء او اي حاجه. حاول ايه ندخلها في بعض كده. ده البيت كلير بقى ان شاء الله الورنيش او اللوكر. التجراء عشان بس هي اوفر سبراي كده. اللوكر بقى والورنيش ان شاء الله. ده الورنيش كلير كوت. بس مش عايزين نكبس عشان الجو لحد ما ساقع شويه. بص احنا جينا بالبيز لغايه هنا تقريبا يعني. بص ادي اللون اهو، يبقى ورنيش ناخد دي كلها معانا كده ماشي، ونسيح تاني مرمات هنا وهنا والامور الحمد لله تمام يعني. والشفه دي مهمه جدا اللي هي الداخليه دي ماشي، عشان ايه وبرضك واحنا بناخدها كده نحاول ما نترس هنا عشان دي ما تسيلناش كده يعني ايه على الطاير كده. بسم الله. ايه نحاول ما نقفش بالمسدس كده، لا بص بنخطف كده، بص خاطف كده. تسلم ايديك كده الحمد لله الامور تمام. تنار مرمات بقى، تنار فيد اوت نسيح الحرف ده كده وكده.
او تنور فرن عادي اللي معنا ده تنور فرن. بص الجزء ده لسبب ما حصل فيه تريحة ريحناها كده وكده بالظبط كده هون، واخد بالك الحمد لله بعيدة عن اللون اصلا. وبعد كده بنبدأ نديها ايه وش كده، ده لاكر ورنيش متقلها بس عشان لما نيجي نصنفرها يبقى فيها ايه فيلم تتصنفر يعني، قدر الله ان هي يحصل فيها تريحة الحمد لله الامور تمام بعيدة، اهم حاجة تكون بعيدة عن اللون، لان لو عملنا الحركة دي قريب من اللون او ممكن نشيلها بلزق ويضريق، وكان ممكن السنة انها تنشف، بس يعني الحمد لله في فرصة ان احنا ندول الموضوع دلوقتي يكون احسن من ان هي تنشف ونقعد نشيلها بالصنفرة او القطر او حاجة. ده ايه وش كده في وش عشان تبقى هي ليها ايه عزم يعني تبقى تقيلة. الحمد لله يعني الامور تمام، حاول ما تكبسلهاش عشان ما تسيلش. ده تنام رمور بقى بس كده 10 جرام، بفضل الله تم كده الموضوع الحمد لله. التريحة لحد ما شكلها شغال يعني تتصنفر بقى ايه، احنا قعدنا ايه عفرنا لها كده شوية ترنش هنصنفرها بالكوتش هتبقى سايحة 100 100، بس الحمد لله الامور تمام. وهنا كده ده سيحنا تنم رماد خلاص كده، ده عاوز بقى وش ايه صنفرة او تتلمع على طول حسب الحالة بتاعتها. اللي عنده اي اضافة اي استفسارات في التعليقات. بس كده رجالة ممكن تجيب الهيتر او البلاور وتسخن عليها، على فكرة هي حاجة صغيرة يعني تسخن عليها كده وتلمعها عادي يعني الامور تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.